السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هندرس مع بعض منهج قراءة وتحليل القوائم المالية لتخصص استثمار في الـ MBA. معاكم الدكتورة هدى الشيخ. ان شاء الله احنا هنبتدي باسترجاع او تذكرة حضراتكم بالتخطيط الاستراتيجي ومهاراته. بالنسبة لموضوع التحليل، احنا قراءة في العنوان كده، احنا بنحلل القوائم المالية. لازم يكون تحليل الخاص بالقوائم المالية يكون ليه سبب او يكون ليه هدف. فاحنا ممكن نعمل تحليل القوائم المالية علشان نوفر معلومات مستقبلية لمتخذ القرار في الشركات الكبيرة او في القطاعات المستوى القومي او وفي هذه القطاعات او في هذه الادارات العليا يجب ان تتوافر مهارات التخطيط الاستراتيجي اللي احنا بنعبر عنه بمصفوفة السوات. ومهارات التخطيط الاستراتيجي بيكون في بالنا او كمتخذ قرارات او مسؤولين ان لا يوجد مستحيل. المستحيل لا وجود له الا في عقول العقل. بالنسبة لنا احنا طبعا هناخد مفهوم التخطيط الاستراتيجي، الفرق بينه وبين التخطيط التقليدي، بتتعدى طبعا اهميته وفوائده، هنتكلم عن خطواته، ازاي بنصيغ رؤية ورسالة، ازاي بنحلل الوضع الحالي، كيفية إعداد خطة استراتيجية لحياة المنشآت أو الشركات أو القطاعات أو المؤسسات، بتحويل هذه الخطة الاستراتيجية. إذن التخطيط الاستراتيجي بيتنبأ بالمستقبل والاستعداد له انطلاقا من تحليل الحاضر وتوقعات اتجاهات المستقبل لتحديد الأهداف المرغوب تحقيقها ولتحديد الأساليب والوسائل المناسبة لتحقيق هذه الأهداف طبعا بكفاءة وفعالية. فلازم يكون عندي جدول زمني. يبقى إذن مفهوم التخطيط الاستراتيجي، احنا بنتنبأ بالمستقبل، بنستعد له عن طريق ايه؟ نحلل الحاضر، نتوقع اتجاهات المستقبل اللي احنا نرغب فيها، وبنحدد ايه الأهداف المرغوب تحقيقها في ضوء هذه الإمكانيات، وإيه الأساليب والوسائل اللي ممكن نستعين بيها للوصول إلى تحقيق هذه الأهداف بكفاءة وفاعلية وفقاً طبعاً مفهوم التخطيط الاستراتيجي يعبر عن جهد منظم لصنع قرارات جوهرية تشكل وتواجه أداء الفرد أو المؤسسة. طبعاً التخطيط الاستراتيجي هو عملية بناء تخطيط طويل. في فروق بين التخطيط التقليدي والتخطيط الاستراتيجي من حيث المضمون او البعد الزمني او لخصتها في الجدول التالي. التخطيط التقليدي هو نظام مغلق، اما التخطيط الاستراتيجي فهو نظام مفتوح. البيئة الداخلية في التخطيط التقليدي مختلفة، وهي اللي بيتم عليها التركيز عند التخطيط التقليدي. أما التخطيط الاستراتيجي فركز على بيئة داخلية وبيئة خارجية. التخطيط التقليدي بياناته بتكون متاحة، لكن التخطيط الاستراتيجي هو يعني بيعتمد على التنبؤ واتجاهات استخدام الاتجاهات الحديثة بأساليبها عند التخطيط. التخطيط التقليدي بياناته متصلة ومترابطة، اما التخطيط الاستراتيجي فبنلجأ فيه الى انه قرار ابداعي بيقوم به شخص يستطيع ان يبدع في التخطيط ويحقق الاهداف المطلوبة في ضوء الامكانيات المتاحة. واحنا عندنا في العلوم الادارية انواع للقرارات وانواع للقيادات، والقرار الابداعي هو من ارقى الأشخاص الذين يتميزون بهذه القدرة على إصدار قرارات إبداعية. إحنا عندنا بقى في المحاسبة، برضو في علوم المحاسبة عندنا تطور في الموضوع ده، وعندنا محاسبة إبداعية اللي بيقوم بها المحاسب بالتعاون مع الإدارة لإدارة الأرباح. ودي إن شاء الله بس لو نيجي نعمل بس بعض حالات
هنتعرض للنقطة دي. طبعا التخطيط التقليدي بيكون بيه جهات فردية، اما الاستراتيجي فبيكون فيه الجهات الفردية بالتناغم والتفاعل مع الجهات التنفيذية والعاملين والباحثين، وبيكون فيها نوع من الديمقراطية نسبيا. التخطيط التقليدي بيعتمد على المدخلات، اما التخطيط الاستراتيجي فيعبر عن النتائج. طبعا التخطيط التقليدي روتيني، اما الاستراتيجي فهو بيتطلب التغيير. بالنسبة للتخطيط التقليدي فعندنا تقويم بيكون نهائي، اما في الاستراتيجي مستمرة. طبعا في التخطيط في التقليدي هو خطي، اما في الاستراتيجي هو تتابعي، لان هو في الاستراتيجي هو بينتقل من مرحلة الى مرحلة الى مرحلة، كلها بتصب في تحقيق الاهداف المطلوبة. طبعا في التقليدي التنفيذ بيكون صارم، لكن الاستراتيجي بيكون مرن ويكون عندي مدى. المرونة دي بتسمح لي بتحقيق الاهداف في مدى معين، حد اعلى وحد ادنى حسب طبعا طبيعة الخطة. التخطيط التقليدي هو محايد، بينما التخطيط الاستراتيجي هو أداة حشد وتعبئة، لأنه بيكون على مستوى مستوى إداري أعلى أو مستويات إدارة عليا تستطيع أن تجمع لديها المعلومات والبيانات من المحاسبة المالية ومن التقارير غير المالية وتحليلها بصورة معينة، ثم توجيه ذلك لتحقيق الأهداف المطلوبة، وده هو في ضوء طبعا جدول زمني وشروط معينة. والتخطيط الاستراتيجي هو تخطيط للسياسات، تخطيط للإدارات، تخطيط من الجهات العليا في الدول. في التخطيط التقليدي بيكون وثيقة خطة، مجرد بعض خطوات لخطط معينة ممكن تشمل إدارات أو بعض شركات في قطاع معين. لكن في التخطيط الاستراتيجي ده بيشمل التخطيط على مستوى قومي، فبيشمل جميع القطاعات القومية عندنا، اللي هو قطاع الأعمال وقطاع الحكومي وقطاع العائلي وقطاع العالم الخارجي، وبالتالي فبيكون أو بيعبر عن التخطيط الاستراتيجي بيجيب عن إلى أين سيذهب الفرد أو المؤسسة، إيه الرؤية والرسالة، إيه اللي هم عايزينه، طب وإزاي نروح للرؤية دي، إزاي نعمل كده، فبيكون فيها بعض المبادرات الاستراتيجية. ما أساسيات العمل، إيه الخطط العمل المطلوبة مننا لتنفيذ هذا التخطيط، كيف نعرف أننا على الطريق الصحيح، النواتج والتقييم بتاعنا. طبعا الفرد عليه أن يوائم بين قدراته وظروفه وهدفه، ودي من أرقى أنواع التفكير. فوائد التخطيط الاستراتيجي انها بتركز على تحقيق احلام واهداف للمؤسسات او الادارات العليا. لما يكون انا عندي حلم ان شاء الله توفقوا باذن الله وتتخرجوا على خير وتعدي فترة الام بي اي بفترات دراستكم مختلفة وتحصلوا على الماستر، وان شاء الله بعد كده تحصلوا على الدكتوراه. ده حلم وهدف للعديد منكم، بدون ما اذكر اسماء حد. الاهداف دي بنركز عليها عن طريق ان احنا بنعمل تخطيط استراتيجي. التخطيط الاستراتيجي ده بيستلزم من ان احنا يتوفر معانا نواحي مادية، ويتوفر معانا وقت، ويتوفر معانا تركيز، ويتوفر معانا قدرة على الابتكار، وقدرة على الاستيعاب، وقدرة على المناقشة، قدرة على البحث، وده متوفر في حضراتكم بلا استثناء، جميع الباحثين المتواجدين معايا في هذه المادة من كل الجهات والفروع والتخصصات المختلفة في قسم الاستثمار في تخصص الماستر المهني. طبعا بنحدد اولوياتنا، اكيد بيساعد طبعا التخطيط على التركيز الجهود وتركيز الموارد، بيتم تحديد الفرص. ازاي نقوم بخطوات التخطيط الاستراتيجي؟ عندنا بنحلل الوضع الحالي اللي متاح عندنا دلوقتي، الامكانيات الموجودة على ارض الواقع، ثم التنبؤ باتجاه المستقبل، ثم تصميم وصياغة الاستراتيجية، ثم تنفيذ الاستراتيجية، وفي النهاية تقييم ورقابة تنفيذ هذه.
بالنسبة لتحليل الوضع الحالي، وده الجزء ده بالذات، وانا يعني تعمدت ان انا استعرض التخطيط الاستراتيجي بصورة مبسطة مع حضراتكم، لان تحليل الوضع الحالي بالنسبة لمصفوفة السوات، عندنا مناطق ضعف ويكنس، وعندنا مناطق قوة، وعندنا تهديدات، وعندنا فرص، والاربع عناصر دول بيمثلوا مصفوفة التخطيط الاستراتيجي. لما بنيجي هنيجي ان شاء الله مع بعض نعمل تحليل او قراءة لتحليل القوائم المالية اللي موجودة للشركات اللي هنتعرض ليها في محاضرات تالية. احنا هنحتاج ان احنا نعرف من هذا التحليل ما هي نقاط القوة، وما هي نقاط الضعف، ما هي الفرص، ما هي التحديات اللي بتواجه المؤسسة اللي بنقوم بتحليل القوائم المالية الخاصة بيها. وده متوقف على قدرات حضراتكم على تحليل هذه القوائم، قراءة هذا التحليل سواء في منطقة السيولة أو منطقة الربحية أو منطقة كفاءة الإدارة، أو عن طريق تحليلات الآر، أو عن طريق تفسير قائمة التدفقات النقدية اللي هي الكاش فلو ستيتمنت. ودي من الحاجات اللي هي بتميزكم في هذه المادة. بالنسبة لتحليل الوضع الحالي، فاحنا عندنا رؤية، عندنا قيادة وحوكمة، عندنا طبعا موارد بشرية ومشاركة مجتمعية، عندنا مناخ تربوي. طبعا كل ده في ضوء منهج معين وضمان للجودة ومعلم. طبعا احنا لو حبينا نذكر امثله على القوه والضعف، هقولها لحضراتكم بمنتهى البساطه. احنا لو عندنا شركه نسب السيوله فيها تتناسب مع النسب المتعارف عليها او قريبه من متوسط الصناعه للشركه العامله او التابعه لاحد قطاعات الاقتصاد القومي، سواء اذا كان هذا القطاع قطاع غذائي او قطاع اسمنتي او قطاع مقاولات او فمعنى كده ان قراءتي لهذه النسب توضح مدى او تدل على نقطة قوة في هذه الشركة. اما اذا كانت مثلا نسب السيولة دون المستوى، اذا سيولة ضعيفة، او اذا كانت اكتر من متوسط الصناعة المطلوب فتكون هي سيولة زائدة. بالتالي معنى كده ان الشركة في هذه الفترة او في السنوات اللي بنقوم فيها بقراءة تحليلها هي لديها نقطة ضعف في كيفية إدارة السيولة التي تخصها. طبعا الفرص والتحديات، إن إزاي الشركة دي لما يكون عندها نقط ضعف إزاي تقدر تعالجها في السنوات القادمة بمقترحات من المحلل اللي بيقوم بعملية التحليل، من اللي بيقرأ نتائج هذا التحليل ويمنح هذه الشركات أو هذه المؤسسات فرصة للتغلب على هذا الضعف، وإذا كان هناك لديها تحديات من السوق أو من البيئة المحيطة أو من الظروف الاقتصادية أو من الظروف الخارجة عن الإرادة. وإحنا نعتبر أن موضوع التحديات في الفترة الحالية اللي تسببت أن إحنا نتحول إلى هذه الطريقة في الشرح، هي أحد التحديات اللي بتواجه المؤسسات التعليمية، هي كيفية توصيل المعلومة في حالة حدوث طوارئ أو ظروف خارجة عن إدارة الجامعة أو الكلية. وده تحدي حاولنا نتغلب عليه بهذا طبعا القيم الأساسية للفرد، اللي يكون كل فرد بيكون بالتخطيط عنده ضوابط عامة وقواعد وأسس بيتم صياغتها والالتزام بيها، ودي بتوفر مقومات نجاح لاستراتيجية التطوير. طبعا عندنا محددات جوهرية لسلوك الفرد أو المؤسسة، ايضا معايير توجه السلوك واتخاذ القرار. والقيم الاساسيه للفرد ترتبط ارتباطا وثيقا برساله الفرد، بالاضافه الى توجيه انشطه القيم المشتركه. طبعا حاجات احنا عارفينها كويس وبنتعايش معاها في عملنا وفي شغلنا، واكيد يعني في الماستر بتاعنا. الحلال والحرام كلنا عارفينه، الجيد وايه السيء برضو احنا عارفينه، ايه هو الاخلاقي وما هو غير اخلاقي مهنيا، ما هو مقبول وما هو غير مقبول. واحب افكر حضراتكم لما كنا بنتكلم عن تقسيمة التوزيع الطبيعي الخاصة بالمجتمعات، فتكلمنا عن
ان كل المجتمعات بتخضع للتوزيع الطبيعي ولنتائج دراسات علم النفس اوضحت في فترة دراستهم على العديد من العينات من معظم دول العالم، ان في 70% من كل مجتمع يخضعوا للتوزيع الطبيعي، وعندنا 15% يكون اتجاههم سلبي و 15% يكون اتجاههم ايجابي، يعني موجب 15. واحنا كنا تطرقنا لهذا الموضوع. طبعا اولويات التنبؤ باتجاهات المستقبل، بنقوم بالتنبؤ من خلال تجميع وتحليل البيانات عن الاتجاهات المستقبلية ذات الطبيعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وطبعا ده بيكون في ضوء توافر تكنولوجي موجود. ازاي نصمم ونصيغ الاستراتيجية؟ فاحنا عندنا اول حاجة بنحدد الرؤية، ثم تحديد الرسالة، ثم تحديد الغايات النهائية، وفي ضوءها بنحدد الاهداف الاستراتيجية، والاهداف دي يتم تحقيقها عن طريق وضع سياسات مرشدة لتنفيذها عامة. لو اتكلمنا على الخطة الاستراتيجية فهي نتاج او مخرجات عملية للتخطيط الاستراتيجي للفرد او المؤسسة، وهي طويلة الاجل للادارة الفعالة وللفرص والتهديدات في ظل ما يتمتع به الفرد من عناصر قوة او ما يعاني منه في مجالات من مجالات. الخطة الاستراتيجية لأي مؤسسة هي خطة تطوير شاملة وموحدة ومتكاملة تحدد رسالة الفرد أو المؤسسة وأهدافها، وهي بهذا ترسم معالم الطريق أمام الفرد أو المؤسسة، وتحدد التوجهات الاستراتيجية، وتوضح الخطوط العريضة لمسير التحقيق. بالنسبة لرؤية الفرد أو المؤسسة، طبعا الرؤية دي يعني معناها حلم او هدف بتسعى الى تحقيقه في الاجل الطويل، صعب التحقيق ولكنه ليس مستحيل، وصعوبة التحقيق دي ناتجة من ان هي للاجل الطويل، ففي فترات هتعدي علينا حتى نصل الى الرؤية بتاعتنا او هدفنا، وان شاء الله هو هيكون هدفكم الحصول على الماستر المهني. طبعا الرسالة بعد كده، بعد الرؤية الرسالة، وهي عبارة برضو بتحدد أسباب وجود الفرد أو المؤسسة، أهدافه، ما يقدمه للآخرين أو لنفسه، وكيف يقدمه، كيف. الغاية النهائية هي طبعا النتائج النهائية المطلوب تحقيقها في الأجل الطويل، غالبا تكون الغاية مفتوحة النهاية وغير محددة بفترة زمنية، يعني ممكن اكون انا طالب او طالبة متميزة او معلم او معلمة او دكتور يعني حسب موضع التحليل. بالنسبة للاهداف الاستراتيجية، طبعا هي النتائج المرغوب الوصول اليها في المستقبل البعيد، والتي تعبر عن غاية نهائية محددة، ويجب ان ترتبط بفترة زمنية طويلة ومحددة. كلمة استراتيجية او تخطيط استراتيجي بتقوم به المؤسسات لفترة زمنية طويلة، بيكون هي عارفة الفترة الزمنية دي تتراوح بين كام سنة او كام فترة، تتصف بالواقعية والقابلية للتنفيذ هذه الاهداف. طبعا يمكن قياسها كميا بقدر الامكان، سهولة فهمها وتنفيذها، ترتبط بمجال معين، وتتصف بالتحديد طبعا في العديد من الأمثلة للأهداف الاستراتيجية، التدريب على مهارات فنية في ضوء احتياجات سوق العمل، تمام بالصحة، أهداف عامة. طبعا بعد كده حسب المؤسسة موضع التخطيط، يعني الربط بين الغايات والأهداف الاستراتيجية، علشان أحصل على معدل مرتفع عندي بتدرب على المهام التدريسية، والغاية الأولانية أن أكون طالب متميز أو طالبة متميزة. السياسات عبارة عن خطوط عريضة وعامة ترشد عملية تنفيذ الاستراتيجية، مثلا سياسة التطوير المستمر، سياسة تكوين علاقات إيجابية مع الأفراد، عديد من السياسات. لتنفيذ الاستراتيجية نقصد بهذا التنفيذ تلك العملية التي تنطوي على وضع استراتيجية موضع التنفيذ التنفيذي. والخطط التنفيذية عندي أهداف، أنشطة، زمن، القائم بالتنفيذ، ومؤشرات الإنجاز. والموضوع ده هنا الأهداف دي بنكتبها حسب المؤسسة اللي بتقوم
بعد كده بنعمل عندنا الاكتيفيتيز. الانشطه دي هي افعال او اعمال او مهام او اجراءات او عمليات، طبعا برضو حسب طبيعه المؤسسه. بتضع الاستراتيجيه المقترحه موضع التنفيذ لتحقيق الاهداف. اذا انا حبيت اوصل للماستر، الماستر المهني، فانا بضطر هدفع للبرنامج او للكليه الرسوم المطلوبه، احصل على بعض ساعات من الدراسه في مواد اساسيه، ثم نبتدي نتخصص، بستفيد من الدكتورز اللي بيتعاملوا معانا بالفايده العلميه او المقترحات المستقبليه. طبعا بحضراتكم بتضيفوا بصمه مهنيه لكل مهنه. عندنا محاسبين او مديرين استثمار في الفنادق، وعندنا باحثين بيعملوا في البنوك، وعندنا في شركات قويه، في مستشفيات، في شركات مقاولات، في شركات صناعيه، في مراجعين، في يعني انتوا نخبه متميزه لدراسه هذا الماستر في هذا التخصص. وهذه يعني الافعال والاعمال اللي انتوا هتقوموا بيها ومرتبطه بتنفيذ استراتيجيه حضراتكم للوصول الى الماستر، اكيد مرتبطه بمتغيرات متنوعه. المتغيرات المتنوعه دي ظروف العمل الخاصه بحضراتكم، وعد العمل الخارجي، مسؤوليات طبعا عائليه، مسؤوليات اجتماعيه، وكل دي بتؤثر، ولكنها بتمثل احد الانشطة ان لازم حضرتك هتقوم بيها علشان تقدر تتواصل وتيجي اليوم المخصص، او حضرتك توفر لنفسك وقت تسمع المحاضرات اللي احنا بنحاول نتواصل مع حضراتكم بيها. هذه الانشطة طبعا بتستند فعاليتها على الابتكار في التصميم، ودي بترجع لكاركتر وطبيعة ادارات الشركات. وفي النهاية لازم طبعا تخضع. ممكن نتكلم على الأنشطة، مثلا لو اتكلمنا على رسالة الكلية أو رسالة الكلية بالنسبة لوحدة الشهادات المهنية، فطبعا في أهداف استراتيجية وفي استراتيجيات وفي أنشطة اللي هي العمليات بتاعتنا، والأنشطة دي ليها مؤشرات بتنعكس على مؤشرات المخرجات، والاتنين بينعكسوا مع الأهداف الاستراتيجية على مؤشرات النواتج، وكل هذه العناصر هي تمثل الفعالية والكفاءة عندنا.